بموت أهور. قلت لها علوانة بس بموت ببلادي وبسوريا ما بدي شيء. هون الميت حتى الميت بدك تدفعي مليون أو مليونين القبر والكفن ولا؟ طيب ليش كل هالظلمات؟ شو عمل لكم اللاجئ السوري؟ نحن لاجئين، نحن ما حاربنا حدا ولا قاتلنا حدا، نحن طلعنا من تحت الموت. هلا طيب مدارس اولاد لازم لهم حقوق، وين حقوق الطفل؟ وين حقوق الانسان؟ وين حقوق اللاجئ السوري؟ وين نروح نظهر على سوريا؟ هلا اهالينا بالمخيمات تحت الشتاء، الخيم عم تهبط عليهم من الشتاء، كمان نحن نظهر ناخذ اولادنا؟ يعني شو بدي اقول لك معناها؟ هالاطفال شو ذنبه؟ قولي لي شو ذنب هالاطفال؟ اي والله وضعنا الحق سيء، ولسه عم طلعانهم منا من هالمجمع كمان لسه سيء اكثر. مو سيء عجب. مو طالع شم الهوى ولا رايح غير جو، بيتي بالضرب هوى ودخان الحرب عماني. مع كل زيارة لنا إلى مخيم الأوزاعي للنازحين السوريين بصيدا تستقبلنا مأساة اللاجئين وأحزانهم، دموع بتفتح لنا الباب وهموم بتودعنا وأوضاع بترافق العائلات طيلة فترة نزوحها، ورغم الظروف الصعبة والمعيشة المزرية اللي بتكبل حياة اللاجئ السوري يأتي خبر جديد ليزيد من تقل همومه بضرورة إخلاء المكان خلال أسبوعين دون تأمين أي مأوى بديل، خبر أقلق النازحين وهدد 170 عائلة. المعلومات الأخيرة، اجتمعنا التنين الماضي هذا مع مفوضية الأمم المتحدة ومع نائب محافظ صيدة، أعطونا أنه إخلاء المبنى، لازم تخلون المبنى بطريقة حضارية. يعني خلال هالفترة هاي القصيرة اللي جايتنا بدنا نكون مخلين، بس إحنا بين بدنا نروح، إحنا طلبنا بديل، وقت ما يعطونا البديل اللي إحنا مستعدين نخليه. يعني بنروح بدنا نستأجر، بيقولوا لنا عندك كم ولد؟ أول كلمة بيسألك كم ولد؟ قلت له 4 أولاد، يقول لك إيه كثير ما فينا نأجرك، أنت بتعمل ضجة أولاد عندك كثير. وين بدنا نروح فيهم؟ نقعد بالشارع؟ بدنا ننام بالشارع؟ نقعد بالشارع، يعني نقعد على البحر إذا حدا يعطينا خيمة بنبكي فيها. يعني تموت هالعالم، هل هالدوبة عم تقدر تاكل؟ يعني ما عندها شيء تاكل. لحتى تروح تستأجر 200 300 دولار الشقة أو الغرفة. الغرفة 200 دولار. اتركني حاول مهما كان، أنا بالآخر إنسان. سميها نزول أو رجوع إنسان. نحن ممنوع نشتغل، مكاتبين تعهد على نفسنا ممنوع نشتغل. هيك الأمم إنه تجديد تعهد على نفسه إنه ممنوع أشتغل أنا. ما بنفس نشتغل، نبدأ نجيب مصاري. في عائلات خاصة معدمة. بس كيف بتعيش مع عم الناس عم تعطيها حق ربط الخبز ما عم تعطيها ايام مصير لها؟ امنونا باي سكن غيره باي منطقه بلبنان، امنونا بس ما تكبونا بالشوارع. ايجار ما خرج، ما حد يستاجر. اللي بيستاجر يوم يومين شهر شهرين بدي اقعد على الحديد، يعني بدي يروح بيشحد. الحرب احنا لاحقنا وين من كان، حتى اللي عم ينزحون على اوروبا حتى البحر عم يحاربوا. سفرني على اي بلد واتركني وانساني. بالبحر رميني ولا تسأل ما عندي طريق تاني. سنوات مرت على الحرب بسوريا ولم تتحسن ظروف النازحين، مخيمات بتخبرك عن برد الشتاء وحر الصيف، وقلوب بتحكي حكايات من القلق والخوف، أطفال دفعوا الثمن الأكبر من لعبة الموت، وإن كانوا قد استفادوا من دروس تعليمية بالسنوات الماضية، فاليوم أقفلت مدرسة مخيم الأوزاعي وهددت حياة 470 طفل. هاي كتب وهاي إنجازات اللي كشاف على عينك يعني. سكرت ايه سكرت هلا سكرت خلص. 7 صفوف سكر. 7 صفوف السكر وعلى الخالص، سحبوا المغازي سحبوا الواح سحبوا كل شيء. فرحانين لما كانت في مدرسه وهلا انتي ما في مدرسه، زعلانين. يعني اولاد حرام، اولاد عمرهم 7 8 سنين و10 سنين و12 سنه بدون تعليم، ما بيعرف بيقرا ولا يكتب، جريمه. يعني هون عدد الاطفال تقريبا بحدود 400 450 طفل بلا تعليم، في تقريبا شيء 150 200 بالروضة، والباقي كله من 5 6 سنين وفوق. احمونا من ضرب النار، احمو طفولتنا، هدموا فوقي سقف الدار، حرقوا مدرستنا. احمونا من ضرب النار، احمو
علينا هون، كل يوم يجوا بدكم تطلعوا، كل يوم يجوا بدكم تطلعوا، هلا منين بدنا نحن ايجارات؟ انا جوزي قاعد بارك مكسور ما بيقدر يشتغل. الموت ارحم، ارحم من هالشيء اللي عم بيصير بسوريا. يعني كل يوم مجازر، كل دقيقة في مجزرة. يا ريتنا طلبنا بحريتنا، كرامتنا، وصرنا اللي صار فينا، وهلا صار أكثر من هيك صار علينا يعني، خلص هيك بده. هو الرب الأعلى في سوريا. لو أنك بتروح بتشوفي سوريا شو عمل. ما خلى نوع سلاح إلا جربوا فينا. والشعب أعزل يعني شو، هلا دخل روسيا على الموضوع ودخل شو بعرفني. الله يكون بعون الشعب الأعزل. أحلام الطفولة فينا لساتها ما كبرت معنا، اللي يا ظالم هالشعب شو عملنا لنا.